جزء تاني وده مهم، لان عايز اوري لحضراتكم فيديو سريع كده هيجاوب على سؤال. يعني مثلا السؤال يقول لك اترفعت اسعار تذاكر المترو او الكهرباء او الوقود، طيب الخدمه ليه ما اتحسنتش؟ ما هو انت الفلوس دي رايحه بتتاخد بتترفع عشان الخدمه تتطور، لان احنا مش هنلعب مع الحكومه لعبه البيضه والفرخه. يعني اللي هو ايه، الحكومه تقول لك هنرفع نرفع الاسعار او نرفع سعر الخدمه دي او نشيل جزء من الدعم عشان نحسن الخدمه، فانت تقول لها لا حسني لي الخدمه وبعدين ارفعي الاسعار. هنا دخلنا في لعبه عناد، ودخلنا في زي ما بقول لحضراتكم لعبه بيضه وفرخ. ارفع السعر عشان احسن الخدمه ولا احسن الخدمه الاول وبعدين ارفع السعر؟ الواقع يقول لانه الموارد بتاعه الدوله فيها مشكله، فيقول لك لا ترفع السعر الخدمه او ترفع جزء من الدعم عن الخدمه عشان يوجه لتطوير الخدمه مره اخرى، عشان الناس تبقى فاهمه ايه اللي بيحصل. ويمكن التقرير ده يوضح جزء من اللي انا كنت بقوله لحضراتكم. في مشكله هندسيه. طيب ماشي، طيب معلش، في حاجات بتحصل احيانا. طيب شوفوا لنا يا جماعه مشكله في التقرير واكدوا معايا. طيب فاذا الحكايه ايه؟ الحكايه انه ما حدش يا جماعه، وده فعليا وخلينا نصارح بعض بيه، في مشكله طول الوقت في العلاقه النفسيه بين الشعب والحكومه من زمان جدا، ويمكن ده بسبب انه الشعب ده عدى عليه كتير. يعني عدى عليه اشكال والوان من الحكومات والانظمه والرؤساء، فطول الوقت تحس انه في عقده عند الشعب المصري تجاه الحكومه، تجاه الناس اللي بتحكم. تحس انه لا، هم القرارات دي بيعملوها مش عشان مصلحة الناس، لا أكيد دول بيعملوها عشان مصلحتهم هم. واللي هو تيجي تسأل طب هم مين والشعب مين؟ دي نقطة أساسية في الحوار. حالة الشك دي وحالة الريبة إنه أي قرار، يعني عندما تعلن الحكومة أن هناك قرار يتحسس المواطن جيبه، دي حقيقية؟ حقيقية. لكن احنا عاوزين تبقى المسألة واضحة بالنسبة لنا، واضحة بالنسبة لنا انه اللي بيحصل لمصلحة الجميع، لمصلحة الجميع. تخيل ان انت لو اب في البيت وعندك مشكلة او عندك ازمة وبادئ تعيد حساباتك تاني، فبتقلل ميزانية البيت لصالح استثمار انت بتعمله عشان الاستثمار ده هيرجع عليك بالفايدة. ولادك ممكن يبقوا شايفين ان انت بتقطر عليهم وان انت بتضيق عليهم وان انت ما بتراعيش مصلحتهم، وان انت في جيبك فلوس بس الفلوس دي بتروح تعمل بيها حاجات واحنا اولى بيها. فهو لازم الابن ده والولاد دول يبقوا فاهمين ان الفلوس دي انت بتستثمر بيها عشان مستقبل. هي العلاقه كده. خلينا نشوف الفيديو ده لانه بيجاوب على الفلوس، الجزء من الدعم ده بيروح فين. ورونا يا جماعه. حد يدفع زيادة وفي المقابل يلاقي نفس السلعة أو الخدمة، ده شيء صعب. لكن لو لفترة عشان مفيش حاجة بتفضل على حالها، لازم هيحصل تطوير. زمان قالوا معاك قرش تسوى قرش، دلوقتي بيقولوا الجنيه براجل. دي رحلته، تبدأ من الشاري وما تنتهيش عند البايع، وتفضل من خزنة الإيد لجيب. الرحلة اتجاهين ذهاب وعودة، لها ألف طريق، الدعم أكبرهم. صحة وتعليم ومرافق وعد كتير، حياة كاملة لدولة منظومتها متهالكة يلزمها تغيير. إنك تختار طريق صعب آخره تغيير
أحسن مما تختار السهل وتضيع وقت طويل، لأن لو فضل توزيع الدعم زي ما هو هيبقى هو والعدم واحد. إجابة بشكل واضح وبسيط، إنه إنفاق الدعم على مرافق الدولة. وأقول لحضراتكم على حاجة وبشكل واضح جدا، وأنا يعني لا أقف من مساحة إنه اللي بيعظ في الفاضي، أنا ما بوعظ وما بقولش الناس استحملوا، لأ أنا بقول للناس تتفهم إنه اللي حاصل ده هياخد فترته، شئنا أم أبينا هياخد فترته، الإصلاح هياخد فترته. لو الناس عندت وما تفهمتش الفترة هتطول، لأنه بالنسبة لنا مثلا هذا النظام موجود وبيملك رؤية للإصلاح وبينفذها. الناس عندت، حرنت، تعرفين التعبير ده؟ فالناس حرنت وقالت لأ وبوظت وعملت وعندت، إحنا هنبقى محتاجين وقت أطول لإصلاح الوضع اللي ورثناه من عقود طويلة. خليني أطلع فاصل وارجع لحضراتكم، لأنه عندنا قضيتين مهمين جدا النهاردة. القضية بتاعت 100 سلسين، لأن يبدو أنها داخلة في مساحات كده مش مظبوطة، فعشان نحذر منها. وعندنا برضو مناقشة أعتقد أنها مختلفة وجريئة في مسألة وضعية الرهبنة في مصر وإصلاح الرهبنة في مصر. خلينا نطلع فاصل وارجع لحضراتكم تاني.